السلام عليكم متابعينا الكرام. طبعا حاليا احنا راح نفك البوكس. طبعا مثل ما قلنا لكم في المحاضرات السابقه انه دائما اذا انت واقف حاليا انا خلف المكيف بيكون الكونكشن على الطرف اليسار بالنسبه لمكيفات الكارير المكسيكي. وطبعا راح نفك الغطاء الموجود ونشوف احنا كيف الكنترول اللي موجود طبعا داخل هذه الوحده الداخليه. طبعا الوحدات الداخليه بالنسبه للمكيفات النوعيات الاخرى بتكون فيها بورد تحكم داخلي وبورد تحكم ايضا خارجي، ولكن هذا النوع من المكيفات يمتاز بالبساطه. هنشوف طبعا الوحده الداخليه من الداخل ونشوف كيف طبعا موصله المروحه الداخليه. طبعا هاي المكيفات بتيجي على السرعه الميديوم بالنسبه للمروحه، يعني ما بيجي في الها كونكشن ثلاث سرعات.